وتنضم إلينا على الهواء مباشرة من مجمع 360 الزميل وائل الحويدر مراسل تلفزيون دولة الكويت. وائل، حدثنا أكثر عن هذا المعرض وكيف هي الأجواء لديك؟ اهلا وسهلا بكم متواجدين في مجمع 360 مول لتغطيه فعاليه مكتب الشهيد تحت عنوان منه بغلا الكويت، وهذه الفعاليه تتضمن او تحتوي ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دوله الكويت، وهناك العديد من الفعاليات والانشطه التي تعطي صوره لجميع الحاضرين للمجمع او للمعرض عن اهم وابرز التضحيات اللي قدمها شهداء الكويت أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم، وتتضمن عرض مسرحي وكذلك مشاركات للأطفال في بعض الجوانب لترسيخ الوحدة الوطنية والتلاحم الشهداء وأبناء الكويت أثناء فترة الغزو. وكما ترون خلفي صور لشهداء الكويت الذين ضحوا بالكثير بالغالي والنفيس وبأرواحهم من أجل بقاء الكويت، وهذه الفعالية تمتاز يعني بحضور كبير وباجتهادات، وكذلك نشاهد تفاعل المجتمع والحضور والمقيمين في هذه الفعالية. نعم، وكيف هي نسبة الحضور في هذا المعرض وائل؟ ولله الحمد بدأ الحضور بتزايد بشكل كبير وواضح، وبدأت الأسئلة من الجمهور الأسئلة، ولكن ولله الحمد يعني جهود مكتب الشهيد واضحة بوضع صورة واسم الشهيد وتاريخ الوفاة. هذا يعني هذه المجموعة من الشهداء الذين ضحوا من أجل الكويت، وهذه يعتبر جزء كبير نحترمه من تاريخ الكويت الذين ضحوا فيه شهداءنا الأبرار من أجل الكويت. نعم، جهد واضح ومميز من مجمع 360 الزميل وائل الحويدر مراسل تلفزيون دولة الكويت. شكرا جزيلا.